يا أغا يا أغا. شو يا مدحت؟ طمني شو صار؟ لازم شوفه للأغا مش هنوضح له شو صار معنا. هلأ قبل ما تحكي للأغا فهمني شو صار، مات ابن الحرام ولا لا؟ الأهم من موتة الخسيس صار شي مو بالحسبان ولازم نخبر الأغا عليه. شو صار؟ عملك صار شي مو بالحسبان ولازم نعالجه فورا. الله يجيبك يا طولة البال، ولك احكي احكي. فواز تصاوب ومسكته الشرطة. شو؟ تصاوب؟ ولك شو عم بتقول انت شو عم بتقول؟ مثل ما سمعتي يا خانو. ولك بتعرف هذا الكلام اللي انت عم بتقوله شو معناته؟ ما بتعرف شو معناته؟ بعرف، مشان هيك عم بقولك لازم نشوف الأغا لحتى نلاقي حل للموضوع. عدلي ونصري وينهم؟ طلبت منهم يتخبوا بالخان. لك الله يلعن فواز ويلعن اللي خلفه. ايه هلأ مو وقت العتب يا خانو، لازم نلاقي دوباره لهالموضوع. اسمع تفضلي. هلأ بتحمل حالك وبتروح من هون وبتنفس كل شي رح قلك اياه بالحرف الواحد، وإلا رح تنخرب بيوتنا وبيوت اللي خلفنا. عم تفهم؟ عم بفهم. قولي يا امي هدي تقبريني حكيم. الله يرضى عليك، لو تبقى الليلة عنده مو أحسن؟ لو كان في داعي لوجودي كنت بقيت بدون ما تطلب مني يا أبو طالب. أيوة بس قعدتي ما لأي فايدة، لأنه صغير بده وقت ليصحى. حكيم إذا بناخده على المستشفى مو أحسن؟ لا لا أبدا. ليه؟ مو أحسن من القعدة هون؟ لا يلا بالإذن. بإذنك ما الله يعطيك العافية. اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا الله يا الله يا الله يا الله. السماء يا ناس يضوي كل ظلمة. لا يا بلا ومحيا نبينا يوسف ما ترك بالأرض ظلمة. وشوف العالم اللي جاي كلهم جايين من الشارع حبيبي. واللي صور عيسى وموسى والآب خليك في الشارع. انت شيخ الشباب، شيخ شباب لنوات كلنا. يلي ما ترك نوره بالكون ظلمة. واحد الله يا أبو طالب، واحد الله يرحم أمواتك يا أبو طالب. شد حيلك إن شاء الله عرضيه عرضيه بتزول بإذن واحد أحد. الولد شغلته برانية يا أبو طالب. عرضية شغلته عمي أبو طالب عرضية. يا حبيب أبوك انتي، يا حبيب أبوك. الكبار عندي شدايد، انت كبير من طول عمرك لمهم كبير. إن شاء الله بكرة بيتحسن وبيرجع مثل قبل. الله كريم يا أبو طالب، الله كريم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا الله يا الله يا طالب. يا طولوا بالكم خلينا نفهم كلمتين. ايه فهموا فهموا. شو حكيم شو الموضوع؟ ما بخبي عليك يا سيد حسان، حالة الولد ما بتطمنا بالراحة. شو يعني؟ يعني نحن عملنا يلي علينا والباقي على الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. إذا صار أي انتكاسة قبل ما ينتهي مفعول المخدر خبروني فورا. أكيد أكيد حكيم، ما تاكل هم. يلا بالإذن. حكيم تفضل. فيني أعرف منك سبب الخطورة اللي عم تحكي عنها؟ رصاصة اجت بالصدر يا سيد حسان، وهي المنطقة خطيرة. ايوه بسيطة. يلا بالإذن. إذنك معك أبو يحيى، وصل الحكيم. تفضل تفضل يا سيدنا. الله يجيب العوائل. دعوله يا جماعة دعوله. قولوا يا رب يا رب. الله يتولى بعينيك. الله يشفيك. والله يا شباب لأشغالكم كل واحد لبيته أشغاله. يلا يا سيدي سيد حسان. اهلا اهلا سيد حسان. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. شرف شرف. تفضل طمني ان شاء الله صار معكم شيء.
ان شاء الله خير، بس انت طمني، كيف طالب؟ طالب ما اعرف شو بدي اقول لك، بس اخباره ما بتطمن بالمره. يا لطيف. المهم صار معكم شيء، مستجد معكم شيء. في اخبار ساره يا سيد حسان. يتفضل قلي. عناصرنا اصابوا احد الفاعلين واعتقلوه، وحاليا هو بالمشفى. وعرفتوا هو مين وشو غايته وليش عمل هالعمله؟ لتنتهي عمليه اسعاف رح نحقق معه ونعرف منه كل شيء. بقصد يا حمدي افندي، عرفت اذا هو من الحاره او من برات الحاره؟ لحد الان لا، لاني هو بحاله اغماء، وبس يصحى رح نعرف منه كل شيء. طيب فيني روح شوفه؟ طبعا، بس ما رح استفاد شيء، لاني مثل ما قلت لك ما زال بحاله اغماء. حمدي افندي، امتى ممكن يصحى؟ الصبح ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. تفضل. احترامي سيدي، اجاك ضيوف سيدي. خلي تفضلوا. اهلا اهلا اهلا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام يا اهلا اهلا يا هلا وسهلا وسهلا. اهلا مرحبا. السلام عليكم. اهلا اهلا مرحبا. تفضلوا تفضلوا. شايف سيدنا هون؟ قلت لحالي بيجي بتطمن وبشوف شو صار معهم، وان شاء الله عرفتوا شيء عن اولادين الحرام يلي عكروا مزاجنا. الحمد لله مسكنا طرف الخيط. بري عليكم وهذا عشمنا فيكم. يعني عرفتوا مين ورا هالسيره الخايسه عليه؟ اي نعم، واصبنا احد الفاعلين واعتقلناه، وهو حاليا بالمشفى. فهمنا السيره الله يرضى عليك، شو غرضه شو غايته؟ الصبح ان شاء الله بس يقوم راح نعرف منه كل شيء. وليش لبكره يا حمدي افندي؟ ولك جيبوا لي اياه خليني اخلص عليه وعلى كل مين بشد بظهره بقى. طول بالك واحد الله، نحن متابعين الموضوع. حمدي افندي عم يحكي درر لك عمي. لا اله الا الله. نحن على كل حال رح نتركها لكم ونخلي القانون ياخذ مجراه، بس اذا ما اخذتونا حقنا من اولادين الحرام هدول ساعتها رح يكون لنا حكي تاني، لانه الشيء اللي صار ما بيسكت عنه بنوب بنوب، والاعتداء اللي صار على زعيمنا وحبيبنا ابو طالب هذا يعتبر اعتداء علينا كلياتنا. بارك الله فيك يا مراد اغا. اصيل والله اصيل يا مراد اغا. ولعلمكم وعلم الجميع، نحن بعمرنا ما سكتنا على ضيم وما منسكت ابدا حتى لو مشي الدم للركب بالحارات. لمعات لمعات فهميني، انا حمار من هالحمير يلي تصوب المسك. فواز فواز. يا ساتر يا ساتر، معناتها انكشف امرنا وانفضحنا ورحنا بشربة مي. ولو ما فشلت عينهم يا اغا، وحياتك يلي بيحط عليك وردة لنحط على رقبته 50 سيف. فهميني فهميني شو صار. ولو شبك يا اغا، عم قلك عندك الرجال بتاخد اللقمة من تم السبع، شبك؟ لك فهميني وريحي قلبي. اطمن اطمن وهدي حالك وحياتك لنطلع من القصة مثل الشعر من العجين. أكيد. ولو ما قلت لك عندك رجال يا أغا. لك تسلم لعيونك تسلم لعيونك ما أجملك. كانت الخطة أنكم تخلصونا وتريحونا منه. حاولنا يا أغا حاولنا، بس شوفت عينك العجقة والضجقة اللي صارت، بس كان لازم تكونوا عاملين حسابكم لكل شيء. بسيطة يا أغا بسيطة، الجياز أكثر من رايحات. كانت ضايعة الطاسة، كنا خلصنا منه وخلصنا من هالهم كلياته. جايز موت قهر على وحيده يا أغا. بس أنا كان بدي إياه يموت هو هو بذات نفسه. بوعدك بالمرات الجاي نطلع بروحه. بعد هالدعكة هي رح تتفتح العيون علينا 100 طاق وطاق. منلاقي له دوباره يا أغا. أخ خايف هالحمير هدول ما يعرفوا يشتغلوا وينفضح أمرنا وتصير الحارة لهالواطي هاد. فواز 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 رخون هاد ولد حاجة. وينهن هلا؟ وينهن؟ ما عاد الا يوصلوا يا اغا. ايمتى؟ ليكن جايين. شوف حالك شفت حالك؟ الله محيي الشباب، الله محيي الشباب. الله يعطيكم العافية.
طمنوني شو صار؟ ولو نحن رجع لك يا اغا، هي جبنا لك اياها من المستشفى يا اغا. تسلموا يا شباب، الله يعطيكم العافيه، طمني عنك عمي فواز. تعبان يا اغا تعبان. طالما هالجدعان نفذوك من المشفى ما تاكل هم بنوم، بس يكون بعلمكم ما بيصير اي بني ادم يشوف فواز بهالحاله هي. نحن بخدمتك يا اغا. اغا حط لك قبل المستودع جوا؟ الفلاحين راح يعرفوا بوجوده. طيب اغا بتحب نحط فواز بالزريبه؟ لا، كمان الفلاحين راح يعرفوا بوجوده وما بيصير هالشي منوب منوب. خلص لقيتها، عندي الحل. يا ساتر يا ساتر، مين اللي جاينا في نصاص الليالي يا بي؟ لا تخافي يا بنتي لا تخافي. شلون ما خاف يا بي؟ مين؟ يا ابو العز، انا متحكم معي مراد اغا. مراد اغا؟ يا لطيف يا بي، بوس ايدك، لا تفتح لا تفتح. لك يا بنتي شلون ما بيفتح الباب؟ رح يكسروا الباب. لك وينك يا ابو العز؟ جيتك جيتك يا ساتر يا ساتر يا رب يا ساتر. يا ساتر شو تحيلك شبها؟ عادوا 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 خير يا اغا. من تم ساكت خليك. حاضر يا اغا حاضر. ابو العز فواز بامانتك، اذا بصر له شي بذبحك. حاضر يا اغا. ما بدي وصيك. لا توصي حريص يا اغا. ما بتفارق الدار لحتى يخف ويطيب منيح. بأمرك يا أخ. وما في داعي حدا يعرف بوجوده عندك، لا من قريب ولا من بعيد. ها أصلاً يا أخ، أنا بيتي بعيد عن البلد وما حدا بيجي عندي. وكل شيء بيلزمك، أكل شرب حاجيات، رح تصلك لعندك على البيت. خيرك سابق يا أخ. مسوق أبو العز، خلي هدول معك واشتري له أكل مغذي لفواز. لازم يتغذى منيح حتى يطيب. بأمرك بأمرك. يلا شباب تيسروا. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. كيف بالك عليها؟ بأمرك. الله معك يا أخي الله معك. سكري الباب يا سكري الباب. شرف شرف عمي شرف. قوم يا بسم الله. على ما على ما على ما إذا احتاج الأمر بتجيبوا الحكيم أبو حمدان البدوي اللي كنا نتعامل معه قبل ما سافر على بيروت. لساته موجود؟ موجود يا أغا. ايه منيح، لازم يخف بسرعة حتى نخلص من همه. رح نعمل بكل جهدنا يا أغا. وبتغرق لي أبو العز بالمصاري وما بتأثر معه بنوبة. حصل يا أغا. تكرم لي عدلي ونصري هالجدعان يلي نفذونا من فضيحة إلها أول ما إلها آخر. منت يا أغا. ما بتأثر يا أغا، خيرك سابق. يا بنتي وين بده يروح؟ مانك شايفة حالته؟ وبركي كان في من وراه شي مصيبة بكرة تطلع براسنا؟ والله يا بنتي حاسس إنه في من وراه ميت مصيبة، وإلا كانوا أخذوه على المستشفى ما جابوه لعنا. وشلون رضيت تخليه عنا؟ ليش شو طالع بإيدي يا بنتي؟ غصب عني. ولي على أمتي؟ لا تخافي يا بنتي لا تخافي. شلون ما خاف يا بي وما بنعرف شو في من وراه؟ معلش يا بنتي، شغلته 10-15 يوم بيطيب وبيحل عنه. يا بي خلينا نسأله شو عامل، بركي شوي منريح بالنا. لك يا بنتي ليش بيسترجي يحكي؟ والله الآغا بيدبحه. ولي قال نحن بدنا نهرب منه، بيقوم بيجيب لنا المصيبة لنص بيتنا. الله يرضى عليك، قوم اغلي له كاسة خشخاش بركي بينام. حاضر. لا تنسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصل
يوصلكم كل جديدنا.